أما نحن مكملين بباقي فقراتنا الصباحية، وهلأ رح نروح لمدينة حلب اللي شهدت ليلة القدر إقامة مبادرة لتحضير وتوزيع آلاف وجبات السحور، وكانت هاي المبادرة تحت عنوان سواء للخير. طبعا هاي المبادرة أقامتها مطرانية حلب وتوابعها لأسريان الأرثوذكسة. تماما يا رشا، وتم تحضير الوجبات من قبل شبيبة المطرانية في كنيسة مار جرجوس بحي السريان القديم، ومن ثم تم توزيعها على المصلين في مختلف جوامع حلب. يا رشا، طبعا المبادرة تم توزيعها بحضور نيافة المطران بطرس قسيس مطران حلب وتوابعها لأسريان الأرثوذكس، ورح نحكي أكثر عن هي المبادرة. وضيفنا من حلب هو نيافة المطران اللي أصبح معنا عبر اتصال هاتفي. صباح الخير نيافة المطران. صباح الخير. صباح الخير من حلب، وكل عام وأنتم بألف خير. يسعد صباحك، كل عام وأنتم بألف خير ويعطيكم ألف عافية. طمنا عنكم وعن أهلنا بحلب بداية. داعيتكم بالخير. الحمد لله، الحمد لله، نشكر الله بهمة جيشنا العربي السوري وقيادتنا الحكيمة الأمور. نعم. إن شاء الله من جيد لأحسن يا رب. يسعد صباحك سيدنا. بداية تحكي لنا عن المبادرة، كيف بدأت وكيف بدأت الفكرة؟ الحقيقة هي من الشباب. الشباب هن نفذوا المبادرة. تمام. والشباب هن اقترحوا المبادرة. ولكن ما هي الأول مرة نحن منشارك إذا صح التعبير بهيك مبادرات. بالسنوات السابقة إن كان كبطركية بالشام وإن كان بمطرانيتنا بحلب ساعدنا بجهات أخرى، كنا داعمين باليد العاملة وأحيانا كمان بالأمور المادية لهيك مبادرات. ولكن هاي السنة حبينا أنه تكون المبادرة طالعة من عنا من المطرانية، وتحمسوا الشباب للفكرة مثل ما ذكرت، هي فكرة شبابية كمان. تحمسوا لها شبيبة آخرين وطلعت بالصورة اللي شهدناها من كم يوم. طيب اليوم العمل اللي عملته هو عمل عظيم جدا، وخاصة بالظروف اللي عم تمرق على المحافظات السورية وعلى أهالينا بكل المحافظات. اليوم عم نحكي عن آلاف الوجبات اللي تم تحضيرها، وهذا الشيء بده تحضير وتنسيق وبحاجة لفريق. نحكي عن هذا الفريق وكيف تم التحضير، وحضرتك كنت متواجد شخصيا بهي المبادرة. طبعا أنا يعني داعم أساسي للمبادرة، وبهمني أتواجد حتى أشجع الشباب. إحنا الفريق العمل يعني فريق التحضير إذا بدك والتنسيق هو موجود، لأنه نحن بعد زلزال حلب خاصة نسقنا العمل الإغاثي بمطرانيتنا بحلب بشكل جيد جدا، وصار كل مبادرة منقوم فيها من السهل تنسيقها وترتيبها بزمن قياسي وتنفيذها بطريقة منظمة وجيدة. فالعمل كان جدا سلس لأنه فريق العمل موجود. بيتميز طبعا فريق العمل بالهمة العالية، بمحبته للوطن، بغيرته على الكنيسة وعلى الأرض، وبالتأكيد هاي العناصر الأساسية. الأمور المادية بتجي بعدين، يعني نحن ما بنفكر بالامور الماديه لانه هي تفصيل كثير صغير بالعمل، باي عمل عم نقوم فيه، وخاصه لما بيحمل ناحيه انسانيه مثل مبادره سوى للخير. تمام. جهود كبيره بتتطلب لتقديم هي الوجبات الكبيره وضمان وصولها بوقتها للاشخاص الصائمين. تحكي لنا كيف تمكنتوا من هذا الشيء؟ التنسيق، ما في غير كلمه التنسيق الجيد بين كل الاطراف. حسبنا الوقت مثل ما ذكرت قبل شوي، ما هي اول مره نحن بنشارك فيها، فعملنا كم تليفون لاشخاص عندهم خبره. حددنا مواد المطلوبه للوجبه، وصينا قبل بنهارين طبعا لانه الكم كبير، وصينا الافران بحلب 3 افران وتاملنا الصمن، وصينا كمان من سوق الهال. تواصلت انا شخصيا مع دكتور رامي عبيد مدير اوقاف حلب، حدد لي الجوامع اللي لازم نغطيها بهالمبادرة، وأعطاني رقم الشيوخ كمان الأكارم اللي تواصلنا معهم كمان بشكل جيد، وحددنا ساعة البدء تنفيذ المبادرة. حددنا أنه بدها 3 ساعات تقريبا لتأمين 5000 وجبة. وساعة التوزيع كانت تقريبا بين 12 و12 ونص، وهي كان وقت مناسب بحسب توقيت صلوات ليلة القدر.
اكيد كله مثل ما ذكرت كان بتنسيق جيد جدا على افضل مستوى، والحمد لله. يعني العمل انت ذكرتي انه هو عمل عظيم جدا، حقيقه نحن ما عم نشعر الا انه هو عمل محبه اكثر من يكون عمل جبار او عظيم، هو عمل محبه، والمحبه تصنع المعجزات احيانا ودائما واحيانا. نيافة المطران اليوم مثل ما خبرت حضرتك هذا العمل هو عمل مشترك وجدا عظيم، واليوم أكيد في رسالة حبيتوا توصلوها مو بس للشعب السوري، للخارج أكيد. واليوم نحن مرقت أعياد كتير تشاركت فيها الطوائف في سوريا، شو هي رسالتكم اليوم نيافة المطران؟ رسالة يلي دائما كانت سوريا تقدمها للعالم أنه الشعب السوري والشعب واحد. نعم، ونحن ما بنحكي عن تعايش، نحن نحكي عن عيش، بغض النظر عن اختلافاتنا الإيمانية العقيدية القومية، فنحن شعب واحد أكلنا من خير هالبلد وتفينا بظله. نعم، ومهما حاولوا، يعني الحقيقة هي مبادرة، شوفي لألكم تفضل، مثل ما ذكرت أن الشباب هن اللي انطلقوا من المبادرة، وهذا اللي أسعدني، لانه الظرف اللي عشناه خلال 13 عام والمحاولات التقسيم والانقسام الفكري والعقيدي اللي حاولوا يزرعوها بفكر الشباب خاصه، والمخاوف من الاخر، هذا اللي للاسف حاولوا يعششوه باذهاننا وضميرنا ولا وعينا. ولكن بهيك مبادرات لما تطلع من الشباب وبنشوف هالعدد الكبير الاستجابه، أنا ما توقعت حقيقة أنه يكون في 150 شاب وصبية بليلة كانت تقريبا باردة من ليالي حلب، يجوا بوقت راحة لتحضير وجبات لأشخاص ما بيعرفون. ولكن الظاهر واللي حبينا نقوله لكل العالم أنه ما قدروا علينا، ما قدروا على إيماننا، ما قدروا على وطنيتنا، على إنسانيتنا فوق كل شيء. وهذا الشيء اللي بيظهر بهالمبادرة حقيقة، وهذا الشيء اللي حبينا نقوله. أكيد دائما بنتمنى سوريا دائما بخير والمحبة والسلام لإلها، وأكيد بدنا نتشكر جهودكم أنت وكل الفريق اللي قام بهي المبادرة. كل الشكر لك نيافة المطران بطرس قسيس، مطران حلب وتوابعها للسريان الأرثوذكس. شكرا جزيلا لكم كمان، لكل وسائل الإعلام الوطنية اللي غطت المبادرة بطريقة جيدة جدا. وبتمنى اكيد انه هالعيد القادم عيد الفطر السعيد ينعاد عليكم بالخير والبركه على قيادتنا الحكيمه، على سياده الدكتور بشار الاسد. مثالنا قدوتنا بالصبر والتحمل والشجاعه على لجيشنا العربي السوري، والرحمه لكل شهدائنا. امين يا رب. شكرا، بدنا نشكرك نيافة المطران، وتحية من خلالك لكل فريق العمل ولكل أهالينا بمدينة حلب. يعطيكم ألف عافية، وشكرا لهذه المبادرة الجميلة. شكرا لحضرتك. شكرا، ربنا يبارككم. شكرا، أهلا وسهلا.